تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر بتكليف الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، أعلن سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن إصدار حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقد بديوان وزارة الأشغال، حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة والصحفيين والإعلاميين والناشطين المتبنين لقضايا البيئة البحرية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعلن سعادته عن تنظيم الوزارة بالشراكة مع صندوق العمل تمكين برنامجا لتدريب المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال الاستزراع السمكي، وبرنامجا آخر تحت اسم النوخذ البحريني لتدريب المواطنين الراغبين في امتهان واحتراف الصيد. وتتمثل القرارات التي أصدرها سعادته في الوقف الفوري لحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية الكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح 6 عمال لبوانيش الأسماك وعاملين 2 لطراد صيد الأسماك، واشتراط تواجد صاحب الترخيص أو النوخذ البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد، إلى جانب منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والربيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة. الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر الصحفي اليوم هو الإعلان عن القرارات التنفيذية لحماية الثروة البحرية وتنفيذ إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت في تاريخ 22 أكتوبر. طبعا من أهم هذه القرارات هو منع الكراف واللي هو صيد الربيان في عن طريق هذه الطريقة الغير صديقة إلى البيئة. الغرض وهذا القرار هو اليوم ليس متطلب بيئي فقط، اليوم هو متطلب وطني للحفاظ على الثروة البحرية واستدامة هذا القطاع الحيوي والمصدر الرئيس في الأمن الغذائي بالنسبة للبحرين. اليوم اجتماعنا هنا مع الجهات المعنية في الحكومة ومع الصحافة المرئية والمسموعة على أساس أن احنا نبين حقيقة للجمهور البحريني مدى مضار بعض الأنواع المستخدمة في صيد الربيان، ومنها طبعا اللي هو الشباك القاعية اللي تسمى بالكراف. هذه الكراف حقيقة تدمر البيئة البحرية. أعتقد الهدف الرئيسي من القرار اللي اتخذ اليوم هو توقيف نوع واحد من أنواع صيد الربيان وهو الصيد بالكراف، وهذا يعتقد راجع لانخفاض كبير في المخزون السمكي. تكلم عن انخفاض ما يعادل 90% من المخزون السمكي، فالنوع ذي الصيد كان نوع جدا مضر للبيئة. احنا نتوقع ان شاء الله البيئة البحرية راح تتعافى، خصوصا مع مشروع في إعادة تهيئة البيئة البحرية عن طريق الأرياف الصناعية وعن طريق مشروع الاستزراع السمكي واطلاق العديد من الأصبعيات في البيئة البحرية لمملكة البحرين. نتوقع ان يكون في مزيد من التعافي بإذن الله.